المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف عن ملفين مهمين جرى نقاشهما مع المجلس الرئاسي والسفير السعودي. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ أن المناقشات التي أجراها في العاصمة السعودية الرياض ركزت على التوصل إلى اتفاق يعالج الظروف المعيشية المتدهورة في البلاد ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة. وقال في بيان نشره موقع المبعوث على الإنترنت في ختام زيارته إلى الرياض إن جروندبيرغ التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وبأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وفرج البحسني، وكما التقى أيضا بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك. وأضاف بالقول ركزت المناقشات على تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعالج بعض ظروف المعيشية المتدهورة في اليمن ويؤسس وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة. وأشار إلى لقاء جروندبيرغ بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر حيث اتفقا على أهمية الحفاظ على بيئة مواتية لمواصلة الحوار البناء من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة في اليمن.